طبعا انا عايزه اقول حاجه، يعني النادي الاهلي ده فعلا بيتي، يعتبر بيتي، ابا عن جدا عن اختا عن بنت عن حاجات كتير قوي. احنا ما كناش بنسيبه خالص، يعني كنت ارجع من المدرسه او الجامعه قاعده فيه لحد بالليل. كان جيلي ناس كتير جدا، انا ابتديت صغيره قوي علشان اختي الكبيره الدكتوره امينه معوض كانت كابتن مصر والنادي الاهلي قبلي هاند بول. انا ابتديت غطس مش هاند بول، لكن استهوتني اللعبه لما لقيت اختي بتطير وتعرف لعبه كره اليد فيها مهارات جميله جدا، فحسيت ان انا ده مش الغطس. اتحولت من الغطس للهاند بول، سني كان صغير 10 سنين، وده كان قليل قوي في الجيل بتاعي ده ان حد يبتدي صغير كده. دلوقتي بيبتدوا من 5 و6 سنين يعني، لكن كنت اصغر لاعبه. عاصرت ناس كتير جدا سواء في كره القدم، سواء طبعا انا عشان سني الصغير اللي فاكراه قوي كرئيس النادي هو طبعا كابتن صالح سليم، اثرنا بيه جدا، وكان اخلاق النادي الاهلي كلها عباره عن صالح سليم. ابتديت كان كابتن ناديه شريف الله يرحمها، دي كانت اسطوره في اليد وفي الالعاب القوه والطايره، بتلعب حاجات كتير جدا عندها وقت. كان الغريب ان هي مدربه ولاعبه الدرجه الاولى في نفس الوقت، فخدتني ناشئات مرنتني، لقيت ما عندي مهارات جامده جدا، كنت بقلد اختي في الطيران وكده، فكنت متميزه عن لاعبات كتيره قوي. فخدتني اخر سنه اعتزالها لعبت جنبها في الدرجه الاولى، كنت ناشئات صغيره ولعبت درجه اولى، كنت بتدرج مع السنين كلها. فاخر سنه كانت بصراحه من كتر ما هي اسطوره ومهارتها فظيعه جدا كانت بتدخلني في شارع، كنت ساعتها باك ليفت، فكانت بتدخلني زي ما بيقولوا في لغه الهاند بول شارع، كنت بدخل واجيب اجوان في المقصات، كانت ممرناني على حتت معينه في المقصات، لدرجه ان الجون كنا بنلعب نهائي الجزيره نهائي الدوري، الجون مين دي؟ مين دي يا جماعه؟ مين دي؟ قالوا لها اخت الدكتوره امينه معاوية، العيله دي ما بتخلصش. بطولة افريقيا انديه كانت يعني الافارقه من النوع اللي في جيلي انا كانوا شرسين جدا. فخدنا التالت هنا في كان في نادي الزمالك البطوله، وفي كان في بطوله في بورسعيد بطوله افريقيا انديه برضه، شرسين جدا وعملنا معاهم شغل بعقل، يعني هم متفوقين جدا جسمانيا عننا، لكن احنا كنا بنشتغل معاهم بالمهارات والعقل شويه. فدي بطوله افريقيا كانت صعبه جدا طبعا. البطولات الدوري والكاس والمنطقه كنا متفوقين جدا، لان النادي الاهلي دايما وطول عمره بينقي العناصر الكويسه جدا اللي يكسب بيها الحقيقه يعني. بس احنا استعنا فعلا بحد من منتخب مصر زي زينب مبروك ومها الازهري في البطولات الافريقيه، كنا بنستعين باتنين او واحد بس، لان احنا كنا النادي الاهلي منتخب مصر بلا يعني مبالغه، فريق النادي الاهلي كان دايما 90% منه هو من منتخب مصر. الجماهير دول لازم يبقوا فوق راسنا. الجماهير دول قد ايه وقفوا جنبينا وكانوا بيجروا ورانا ويمشوا بالمشوار علشان يوصلوا للانديه اللي احنا بنلعب فيها لو مش احنا في النادي الاهلي. جماهير كره القدم هي جماهيرنا كلها، والالترس اللي دلوقتي هو كان زمان الناس كانت جميله جدا. يعني لسه لحد الان في حد اسمه سيد بجلابيه وكذا حد يعني بيجي يقول لي كابتن فين ايامكم؟ كانوا بينزلوا بيتفرجوا على كوره ورانا هنا وينزلوا علينا في التمارين، مش بس في الماتشات، في التمارين، ويدونا هند جميل جدا وصوتهم بس بيحط فينا حماس فظيع. وكانوا بيكلمونا يا كابتن انت عملتي كذا النهارده بلاش، والنبي يا كابتن بصي للفرود، مش كانوا فاهمين في اليد عندنا. كان عصر جميل الحقيقه يعني، وما انساش وقفتهم جنبنا وتحوتهم علينا، وفي كان في ضرب من جمهور قبل كده يعني، ف
فحوطونا الجماهير هي اللي حوطتنا وخرجتنا للباص، فانا ما انساهمش ابدا، وفوق راسي جماهير النادي الاهلي جميله.